دن 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 ده تعبانك ورينا تعبانك فين هات والله انا خايف انت عارف حط ريت تحكي لها شوفها لا انت تعبان ما تخليش الكلب اوعى تبص عليه لو بصيت عليها ايه ها ازيك عامل ايه عرفنا بنفسك ايه يا عم مالك يا جدعان انتوا بتلعبوا معاه ولا ايه بتاعك هيج ليه هيج ليه انت ها هيج بص ده مؤدب ده مؤدب بص اما يوسف شرير يا الثعبان السحلوف ماذا تريد بلسانك على فكره احنا مش خايفين منك احنا هنعملك ستيك وناكلك النهارده ايوه الثعبان المحلزن انت رايح فين يا ولا يا واد يا تعبان بتعصر لا ده ما بيعصرش ده ده اخره ده اخره بيعض ده اخره يعض هم بيقولوا عليه ابو السراير ولا ابو السيور وريني يا وحشه بتاع انت بتربطه يا ابني الذين انت بتربط حبل تعالى يا عم تعبان تعالى يا عم تعبان تعالى 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 مالكش دعوه بقفا يوسف والله مساحة تخزينية ممتلئة تقريبا طب ماشي تجاهل ده بقى اسمه ابو السيور عشان عنده سيور تعال استنى بعد عن الكلب لحسن الكلب هياكله الكلب هياكل دن 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 والله ما بخاف منه والله ما بخاف يا عم سيبه بقى يمشي احنا عايزين نشوفه وهو بيمشي بس خلي بالك الكلب لو لقطه هيمسكه دن 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 ثانية واحدة بس أنا عايز حندوق بس يجيبني على الأسئلة دي حندوق جاوبني بصراحة لو أنت يا حندوق البندوق في الصحراء وسط الصحراء وطلعلك تعبان التعبان ده ساب كل حاجة فيك وراح قرصك من ودنك انت بقى في الوقت ده هتعمل ايه؟ هقلع ملطه في الصحراء هتقلع ملطه وتجري في الصحراء؟ جسمك هينشف طب وايه علاقه الملط بودنك؟ يعني انت لو جالك تعبان دلوقتي هتقلع ملطه في الشباك؟ انت لو جالك تعبان دلوقتي هتقلع ملطه في الشباك؟ حاليا حاليا طب ثانيه واحده خليك معانا يا حندوق تعالى يا حندوق احنا بنهرج مفيش تعابين تعالى احنا رايحين للدكتور يا ابني رايحين للدكتور عيان بقول له هات العينه يعني ده هو فين يا ابني؟ لا هو فين؟ وانت رحت الصحراء قبل كده يا حندوق؟ طيب يا حندوق احنا هنجيب لك الصحراء لحد عندك يا حبيبي انا عايزك بقى تمشي شويه رمله هنا حندوق عشان قول لي يا حندوق تمثل المشهد حندوق عايزك تقول انا ما بخافش قول ان انت ما بتخافش انا ما بخافش قول انا راجل انا راجل قول الصحراء دي لعبتي قول الصحراء دي لعبتي الصحراء دي لعبتي ما يهمكش اي حاجه انت اسد ومش همك حاجه لا انا فاسيه ومش همي انت فاسيه ومش همك حاجه ده انت فاسيه شديده جدا وانت وانت حندوق عمرك ما رحت الصحراء دي ده علم ده الوف الجبال علامات انا عمري ما رحت الصحراء وعايز اتعلمهم انت ازاي ما تخافش من التعابين قول لي قتلت كام عقربه لحد النهارده؟ ما قتلتش حاجه بقتل فاسيه بس بتقتل فاسيه يعني انت فاسيه بتقتل فاسيه؟ يعني بتفسر الفاسيه عشان تطير؟ يعني انت لو تقلب تعبان بتقلع هدومك وبتجري ولا بتقف قوي؟ انا تعبان اه
ولا لا يجرى له حاجة، لا يجرى له حاجة، لا يجرى له حاجة، لا رجع التعبان. تعالى يا فاسيا، تعالى ده لعبة يا فاسيا، تعالى ده لعبة، ده لعبة. هوريك دلوقتي الحلقة القوية بتاعت التعبان هذا. التعبان ده لو نزلناه، تعالى انزل لكل بقى. احنا عايزينه يهجم على المايس. ما تصور المايس بعد اذنك. عايزين الفار يهجم على المايس. يهجم على المايس. يام 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 يام. ايه ايه افش المايس. ايه مش انت مايس يا ابن الكلب. يا ابن الكلب افش مايس. جدع حط بقى العلبة. يا ابن الكلب. افش المايس ومش راضي ياكل. التعبان افش المايس. استنى استنى هنسخنه هنسخنه عشان ياكل المايس. لام 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 لام. يا ابني الخاوي انت عايز تقتلني؟ انزل. ها عامل ايه مع المايس؟ ولا حاجه. خدتك بقى كله. ده هو قفش وقفش ايه يا عم؟ يلا بقى يلا بقى روح كله يا ابن الكلب. روح كله. ده قفش المايس قلت هيبلعه. طب انت قلت قفش وسابه؟ قفش انا هيبلعه. راح لفف عليه وراح رميه. طب ما نجرب تاني؟ نجرب تاني. تعالى هنجرب تاني يا سمير. انت بتخاف منهم؟ يا كريم ايه يا اخي كريم؟ يا واد ما تخافش منهم يا واد. ما تجيبوش حنين. خليك طيوب يا كريم. امال لو بنلعب بطرايش ولا بافاعي هتعمل ايه؟ مش هقعد اصلا. مش هقعد في البيت اصلا. تعالى. ده مش مثال ده صراحه. جاي لي بدماغه من هنا هجيله انا من ديله. افش يا ابن الكلب ده عايز يخرج يا ولد. ولا سمع الفرع عمال يعمل ايه؟ طب انزلي هاتي فطار على ما على ما نفطر التعابين. كشف سيب الورق سمير. جبنه متبله اي طعم. يا واد ما تخافش ده تعبان اللي بالايد. يا ابني ده كان في واحد دخلني كده ب 1000 جنيه. ها وطلعه؟ طلعه فين؟ طلعه. فين بيه؟ نجري وراه. نلعب معاه. نلعب معاه شويه. انا من ساعه ما جبت لك اشتري لي التعابين دي عشان نقعد نتفرج عليها يا جدع. انا مش عارف انت جبت تعبان ليه؟ تعبان بيه؟ والله العيال هم اللي عايزينه وانا مالي. انا من ساعه ما جبته ما لعبتش معاه. كل ما العب معاه لعب. لم 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 لم. يلا يا عم يلا يا عم روح كل الميس يا عم. انا جايب لك اكل. جايب لك فار سخن صاحي. بص بص الدم يا عيني عوروه. تصدق عضه عضه جامده يالا؟ عضه بتاع ده اصل سنانه حاميه خلي بالك. ده بيعض وما بيقتلش. لا لا بيبلع. ده هو مستكبر. ها ده اللي راح تضربه. لا ده هي اللي راحت تضربه. والله العظيم والله راح هو عمل لها كده. راحت لقيت تجري. قالت قال راحت انا رايح فين؟ انا رايح تاني. بص هو مكمل دلوقتي عشان ينط. الحركه دي بيكون جاهز للنط. ايه يلا قفش. بص الاثنين دلوقتي بابوزهم جنب بعض. والنبي ما تقدرني. وده بيقول لك والنبي انت ما تقتلني. والنبي اصبر عليا ما تقتلنيش دلوقتي يا عيني. يا عيني تعورت يا ليبو. طيب انا هنقذك. خش بص التاني مكمل بيزنق بدماغه. عارف ليه؟ انا خايف. انا اول ما امسك ديله كده ينط قام على الراس. تعالى يا الثعبان. انا لا اخاف منك ايها الثعبان الحنبيذ. لا دماغه طلعت. ما تخافش ما نقفش من ديله اهو. انا عايز الفرد بس ما يجريش. دم 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 دم. يا عم ما تخافش بعيد عنك. فاكر التعليم بتاعت الافلام بتاعت زمان يقول لك دندين؟ كان ايه ده يابا؟ كان لسمكه القرش. ايه اللي بتعمل دندين دندين صح؟ دم دم دم. لكن التعبان طب التعبان عايزين له موسيقى. اعمل له موسيقى. اعمل له تيك توك يابا. يقعد يقول له ايه الغزاله رايقه ويقعد يعمل بابا وقف. ايه؟ بص بيطلع لسانه ازاي؟ بص يا عم بص لي يا ابني ماسك ديله ياه. اهو بص بيعرعص ازاي؟ ايوه الصعبة عن الزنديقة. كل برتقال. ما تاكلش رجلي. ما تاكلش رجلي. ايه ده؟ يا ابني الكلب بتضربه في بعض ليه؟ حشك الله. اغذي الشيطان. مش في بعض عيب. كل برتقال. استنى ناكل التعبان برتقال. كل برتقال.
طب استنى ناكله برتقالايه. ابلع البرتقاله دي يا واد تعبان. بقول احسن يبخ جواها سم. يا عم جواها ازاي وهي مقفوله يا حمار؟ ابلع البرتقاله. تخيل كده لو مش هو بيبلع البيض. برتقاله زي البيضه اهي. استنى خليه يلف عليها بقى يلف. يا جدك خايفين منك ايه ده؟ ذكر يابا. انا اللي فاكرك نتايا. ده عنده خصيتين، ما سمير قال لك من ثلاث ايام ده. يا مش خصيتين، شايف الفتحه دي؟ لما تبقى صغيره كده يبقى ده ذكر، لما تبقى الفتحه عريضه ومن ورا شويه بيبقى نتايا. فده ذكر. بابا هوقف اجيب تيك توك ماشي؟ يا راجل لا ما توقفش ولا تيك توك ولا بتاع. يلا قول باي باي للتعبان، صوروا بقى وهو ماشي على الترابيزه، يلا صوروا بقى وهو ماشي على الترابيزه كده وبيلعب. باي باي. لا مش باي باي، قرب لاوزو. انت خايف منه الواد ياكلك ولا ايه؟ احسن يقعد يا بابا. امتى التعبين بتقعد هنا؟ انت ناسي ان احنا بناكل التعابين؟ ده كده التعبان السراير. احنا دلوقتي محتاجين ناكله، محتاجين نجيب الوجبه بتاعته. هو طبعا بياكل وجبه كل فتره. فار نايس. النهارده احنا هناكله زغلول زغنن ميت. فطبعا هو دلوقتي احنا بنحفزه بنشممه له. هو دلوقتي متضايق عشان انا ماسكه. فطبعا بنبدا ان احنا نحفزه الاول، ننرفزه، احنا ماسكين دماغه طبعا بس بالراحه. اه بص هو عايز يفتح بقه دلوقتي، هوريك اهو هو عايز يفتح بقه دلوقتي. الفيديو مش مبين قوي، لا من كده مبين. هو دلوقتي انا بحفزه بزق بقه كده وكده اهو يفتح بقه، عايز يقعد. هو دلوقتي عايز يقعد. ببدا ان انا البس له في بقه الايه؟ الزغلول، واسيبه بقى ياكله على مهله. مجرد ما شبطه له هو كده قفش حاجه. فطبعا بغريزته كتعبان هيفضل ايه؟ يعصر فيها بقه. فدي مصلحه بالنسبه لي، بروح سايبه في علبته وهو ماسكها، يقعد طبعا يكمل اكله فيها براحته على الاخر. ودي كده طريقه تاكيل التعابين فين؟ في المنزل لمحبي التعابين وتربيه التعابين. ابو سراير او السراير الزراير او السيور. التعبان ده مش مؤذي وسمه ضعيف جدا جدا جدا، لان هو سمه بالنسبه لنا احنا كبني ادمين كهيومن هو ضعيف جدا جدا جدا. ليه هو ضعيف؟ علشان خاطر هو السم بتاعه بيقتل بيه بسم الله الرحمن الرحيم الحشرات اللي بياكلها او الفيران او الى اخره. طبعا ده جي ملناش دعوه بيه. هو دلوقتي شايف في حاجه بتلعب فاكره حبل، ما يعرفش ان ده تعبان، ولو عرف برضه هيموته. هو على قد كده برضه قط منزلي، لكن شرس. خلوا بالكم من القطط والتعبين، عشان خاطر القطط هي اكتر حاجه بتسليها التعب. خلاص بقى يا جي انزل دلوقتي، احنا بنصور يا جي. فطبعا دلوقتي هنوريكم برضه هو بياكل التعبان الزغلول الصغير. و كده تبقى دي وجبته الاسبوعيه، ما بياكلش اكتر من ده في الاسبوع واقل من ده كمان. اهو نحفزه. يلا خلاص يا جي، يلا 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 عد يلا يلا اقرم يلا. خلاص يا جي يا جي، ده مش لعبه. جي طبعا شايف ان هو ده لعبه وعايز يلعب معاه، عمال يقول له بقى ايه تعمل. يقطي يقطي قليل الادب. ودلوقتي طبعا التعبان ده احنا مسمينه زوكس. زوكس صاحب الرأس المدببة، وهو يعني صديق لينا في البيت. بس طبعا مش سايبينه، يعني عشان لو سايبينه هيخوف اي حد بيه، بس احنا بنعرف نتعامل معاه كويس. طبعا هو في البراري ما بيتقلقش منه، لان هو يعني حتى عضته زي ما قلنا بسيطه جدا جدا جدا. عضته ممكن تعور للحجم الاكبر من كده، لكن ده ما بيعورش، ده مجرد ان هو بياكل بس. يلا بقى افتح بقى، افتح بقك. يلا يلا افتح بقك. يلا بقى يلا يلا يجي بوجي 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 وبقه بقه بقه بقه. هنبدا طبعا ندلعه شويه عشان ياكل، ومجرد ما ياكل خلاص الموضوع انتهى، يعني نسيبه بقى لمده اسبوع. ابقى انا سايبك ومش قفشك وعينك اهي. يلا بقى كل 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 فلتاكل الزغلول. يلا 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 يلا. ما مش لازم تعضني، انت لازم تاكل. انت غبي كل، وانا لازم اسيب لك ميس صاحي. طبعا انا اوريكم حلقه تانية فيها ميس صاحي بقى وهو بياكله، بس طبعا لسه يعني ايه. حاضر بكل شوق. اصبر اصبر. كلمك على وشك بقى كانك في البدايه.
دون 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 دون. يلا بقى كل 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 ماما كل 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 ماما. طب استنى نعمل العصفور يفتح لك بقى. افتح بقك يلا 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 كل يا عم. انت بقى تزعلان مني؟ انت شبعان؟ ما انت واكل فار وبطنك فاضيه. استنى كده النبي يا اخويا بطنك فاضيه، كنت بتعمل بيبي من يومين صح؟ اهو اهو دي انتهي يا جماعه، دي انتهي، ويعني نقدر نقول هي انثى، انثى الثعبان اللي هي بيقولوا عليها الحيه، بيبعد عن تعبان حيوان. يلا 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 كل اوام، يلا 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 اسمع الكلام. الله بتمطر نفسك من جسمي، انت بتمطر نفسك من ايه؟ انا بحبك على فكره، على فكره بحبك وبعزك ومربيك بقالي كتير وانت صغنن. جدع جدع يا فتحة بقك العسل جدع. مش كده لك تاني. يلا 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 اوام، يلا افتح بقك وقول الحمام. يا يوسف ايه بابا؟ عم بغني للتعبان عشان ياكل يا يوسف. بص بص يفتح بقه عايز يعض بس. يلا يا عم يلا يا عم يلا يا اختي يلا. ودلوقتي هو خد ايه قدامنا؟ خد ايه؟ اهو بدات اسيبه. خد ايه؟ خد ايه؟ بوز الايه؟ الايه؟ اليمام. هات علبته يلا، هات علبته يلا. طبعا بسيبه بقى بعلبته كده هو بقى يتعايش اهو. يلا يلا يا اختي. بيبلع اهو بيبلع اهو. وطبعا ده بيبين لكم ان هو صديق فعلا، هو حبيبي طبعا. اهو هو كده بدا يبلع الايه؟ شايفين راسه كبرت ازاي؟ بيبلع اهو. يلا الف هنا يا حبوب. شد العلبه يا ولد تحت الكاميرا كده. الف هنا يا حبوب تحت على الترابيزه. الف هنا يا حبوب. خد فرشتك يا اختي، خد فرشتك يلا، خد فرشتك. وبنسيبه طبعا بالوضع ده. هو دلوقتي مسلم امره لان هو دلوقتي خلاص قفش فريسه وقاعد بقى ايه بيتمايل معاها. زغلول الكبير ساتغذى. شايفين طبعا هو دلوقتي ايه خلاص بينتقم، قاعد بيبلع. وطبعا احنا نسيبه بقى، هو بقى مبسوط دلوقتي ببلعته دي كده. غذائه الاسبوعي وممكن كمان كل 10 ايام هيفضل مايل بيها وماسكها المسكه دي لحد لما يبدا يريل عليها عشان يسيل دخولها فين؟ لمجرى المعده بتاعه. يبدا يبلع 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 لحد لما يبلع. شايفين احنا طبعا دلوقتي هو خدها في بقه اهو، مجرد ما خدها في بقه خلاص احنا كده سايبينه بيستمتع بايه؟ بيستمتع بفريسته. شايفين يا جماعه؟ شايفين يا جماعه دلوقتي بدا يعلى براسه ازاي؟ اهو هيبدا يبلع بقى. احنا دلوقتي بنتفرج على ايه؟ على طريقه كامله للبلو. هو دلوقتي دي فريسه مسكها وقاعد بيبلعها بقى. هنسيبه. طبعا هو اسنانه غريبه جدا 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 لان هي بتبقى مدببه. او 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 ستوب غبي تعالى. ايوه هالثعبان شفت بقى؟ قلقناه، كان المفروض اقفل عليه. احنا كده اتغبينا، بس طبعا ما اتغبيناش ولا حاجه لان انا هحاول المحاوله تاني وهلبسها له برده في بقه. هو طبعا طالما جعان وشم فيها ريحه الاكل، بس المره دي هقفل على طول مش هقعد افرجكم. خلاص انا فرجتكم مره لحد لما احطه في حوض ازاز بقى واركب لكم عليه كاميرا تقوموا تشوفوا ايه لايف بقى الموضوع كله. طيب يلا 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 افتحها اوام. يلا لسه مش مستعد، لسه متضايق تاني. ثانيه واحده تعالى. طب من بعد بقى ايه نهديه نفسه كده؟ تعالى المام يجي المام يجي. طبعا وهو بيبقى لافف نفسه كده وبيشعر بالامان لانه عارف ان انا عارف ان انا صديق اللي باكله، فانا بخليه يريح نفسه على ايدي زي ما انتم شايفين وببدا ان انا ارجع اكله تاني. يلا 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 اوام. يلا 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 كل الزغلول. يلا يلا يلا. بقه مرن جدا جدا سبحان الله يعني، وبيتفتح لاحجام كبيره. طبعا هو بقه بياكل بطريقه غريبه اللي هو بي 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 بيسحب الحاجه جوه بقه اهي، ما بتطلعش بسهوله بمجرد ما يمسك الحاجه. طبعا هو كده بدا تاني اهو، بس طبعا انا مش هسيبه الا لما ايه ياخد الراس زي ما خد المره اللي فاتت، لان هي اكبر حاجه في حجم الطير راسه. الجسم ده كله بيتمط بقى مع الايه؟ مع سحبه. فطبعا هي يعني ايه حاجات بسيطه كلها علشان نقدر ان احنا نستمتع بتربيه الزواحف في المنزل، وبالذات التعابين لمحبي التعابين، لان التعابين على فكره من المخلوقات الجميله للي يقدر ان هو يتعايش معاها او بيحبها. يا يوسف خلاص هناكل الثعبان. يلا يا بقى خلاص ريحت بقك، ريحت بقك. يلا 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 افتح بقك. عد عد عد
بتهز ايدك وزعلان ليه؟ معلش يا جماعه هو متضايق ممكن عشان مش واخد على التصوير، بس ممكن نحفزه برضو ان احنا ايه نقعد نشد ديله واو 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 نقعد نلعب في ديله علشان نحسسه ان في ايه رياكت كده ايه حركه نحسسه بالدفء ونطر جسمه، لان خلي بالكم ان هو من ذوات الدم الايه البارد فبيحب دايما يكون دافي، فبخليه ياخد درجه حراره جسمي ويشعر بالامان وايه ويفهم ان انا باكل اكيد يعني طبيعي. وبعدوا عن القطط عشان القطط بتقرفه. جي طبعا عارف انا بيسمع الكلام فبقول له ابعد عبي ابعد. يلا 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 تحفيز يلا تحفيز 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 افتح افتح بقك افتح بقك يلا. لازم يا جماعه التحفيز ده هو بيدوخوش هو بيخليه يعني متنرفز نرفز يقوم يفتح بقه ويهجم، تقوم انت تديله الاكل على طول فين؟ في بقه. يلا 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 قوام يلا 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 قوام يلا 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 كل الحمام يلا يلا بقى. طبعا انا ما بخليش الاولاد عندي ياكلوا التعابين لان ارمتها برضه مش سهله، الحاجات دي انا بسيبها لنفسي علشان دي حاجات خاصه بيا، هم برضو بيحبوا الحاجات دي لكن بخلي الماسك ليا انا بقى والشيل والكلام ده. ايوه لا 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 عشان يتعايش وياك. يلا حبيبي يلا حبيبي الف هنا يا بابا الف هنا اشوفك بكره. شايفين طبعا هو خد دلوقتي كده هو في بيته ونزل، بس طبعا مش عايزين نقلبه فهضطر ان انا دلوقتي. يلا بقى سلام يا جماعه، واديكم شفتوه المره الثانيه خد في بقه فريسته وهيبدا ينقنق فيها وياكل. سلام واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش لايك والاشتراك ودعمونا بمشاركاتكم عشان يوصل لكم كل جديد. نسيبه كده لمدة ساعة كاملة عشان ياكل براحته ويبلع براحته، بعد كده بدخلوه الحضانة بتاعته. سلام. احنا بنحب التعبان ومش بنخاف منه. يلا تعالى بقى حسس عليه وانت كمان وانت هو حسس عليه. يلا اوكي يلا قول اوكي اوكي التعبان حلو حلو. خلي بالك عشان صحي وبيعض ما تدوسش. ده بيسامي. اوعى ياه ده بيسامي ده ولا ايه؟ اوعى بقى. يلا قولوا التعبان لذيذ. التعبان لذيذ وهو عجبني ولطيف. التعبان لذيذ قولوا بقى يا سلام.